السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابتي القيمة غاياها بدن سودواد ومسكين كاد غبرتين برامشتين ميلو البدنية على ذا كجوكتين سودواد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سودواد أصحابتي القيمة غاياها بدن ومسكين كاد غبرتين برامشتين ميلو البدنية على ذا كجوكتين سودواد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سودواد أصحابي ميلو البدنية وحنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابتي القيمة غاياها بدن ومسكين كاد غبرتين برامشتين ميرو البدنية على ذا يك جوكتين سود وهذا ميرو الباع جوكتين على يا سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا مدى الدولة الصومالية قيبة بوليسكا يكورت قرح يدا أي منطقة قرح وضلوا وقاصي شعبك الصومالي ذا لو ذاقين بدباري وربحنا يعني كذا يا سود وهاي ميرو الباع جوكتين على يا هاي دولة نمدى عن الضيق ذا أفضل بو على يا هدان دولة للتاجرين قرن دوميس هي قبيل منهم من الموضة قليان سود وهذا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أصحابتي القيمة هي غاية بدن ومسكين كادو غبرتين برامج شطيلة ميرو البدوني دا على ذا يكجكتو وحن لي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبتقي حلي بانك عصوب سودو وأبت معاني وكو جيدا ميرو الباع جكتو وحن لي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وكو سلام أبت وكو سلامي حلي بانك عصوب إن شاء الله دو إلهي راد الله أكل قرب كل هوش هذا إن شاء الله دو إلهي راد أنا جي عدقي صومالي دتكو قامين دوني أي نغن دونان سودو وابتي إن شاء الله هدو إلى إيراد أصحابتي ذا قيمة هي غاية بدن سودو هذا أصحابي سودو هذا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ملو الباع جوكتو عن لي هاي سودو هذا أصحابتي ذا قيمة هي غاية بدن ومسكين كادو غبرتين برامج شطيلة ملو البدوني دا على ذا كجوكتو عن لي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وإن وذ جدا أمانتي سودو هذا على الشباب إذا ما دحوق الدرك الصوماليات وكده قال لهم جبضة ده أو إذا ما الدولة دو يقولك الجارين وأرجع سدي ما له بدن بروح كمسيد وكلا إذا ما الدولة دو على الشباب وده قال لك أسكون حمري أو إذا ما الدولة دو يقولك الشكتين ما شاء الله برواق ينمو وحن الله يهي نمن كي أرجع سدا إدتك إسكال لينجري إدتك الدلجري. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إني وذي جدا أصحابي لما أنت وحن الله مقعيدين مسوا كوبيكرو ميرو الباع جبتو عن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في ذوق الشرق ري دول النمذ هو الشيء مهم دول النمذ هو الشيء مهم وعلى ربا دول دادنا دليل كرتيد وعلى ربا دول دادنا توسي كرتيد وعلى ربا دول دادنا تاجر كرتيد وعلى ربا ذلك الصوماليات إن مدحوين اللي ردو مدحوين اللي عايو مدحوين اللي قهر يمادو وحكم يمسن إن وحلا هو صعب شعبك الصوماليات يعيدا ماذا يبلشد إن كوضا شقيان سيدي دولد لغيه دو استاقل هيد قدد كردن أي وضا مهديان إن لهرو عن ربع أيضا بلشان الصومالي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إني وذا جدا لما أنتي سود الدوادة في ذوق الشرق ريه مركا إذا ماذا نوي دلاليا شعب كين وذا دلاليا عن ربع شعب كم قال هذا مقدس إنه وهم هذا إليه سد إذا ماذا ساكي قرحة وشجعين وحنا سد سوق الشجع وقال هذا مرول بي أرجع سد قرحة كدوجة قبطة ما أنا ما نتقدم من السلام وكسي في إنها نسي قرحة إذا الشيء نسي ما أنا نتقدم أنا كي قرحة دوجة أيال قبنا دونها دوجة ليه شعب كم قال هذا مقدس وحن ربع أنا وشجع وأدد ولا لا أو هذا مقدشاوي قبل ده أرجع سك سو جيدة مقدشاو قدرت هو مقدشاوي قبل ده بقول لهم كسو جيدة مقدشاو قدرت هو مقدشاوي ويل كسو جيدة قل مدك مقدشاو قدرشان هو مقدشاوي ككفر قلبت كسو جيدة هو مقدشاو قدرشان هو مقدشاوي وركب عن الله يا ريم مقدشاوي وح الله يني وانتينا قرا حاس هذا دقر إلى ساك أنت أسوق فوت أكل النوع أكل قبيلة أيه كل مالها مركب عربة مدة الصومالي ده ونسى ميرو الباع جوكتو. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سروا هذا في ذوق نشر قري دولة نمذو وشيء مهم دولة إلا تاجر ودولة دلالة شقية ومدحينا على تاجر وعيدا ماذا أمانك الذي رجليه وهواي سلاسي وحكو إيمانك تاين أرجع جيسد ويسجيان سكويل وعلى ربا دولة دان دولة كان في عن مجلتو دل كان مصة ومرس عن ربا يعني عدايو إن دولة دلالة تاجر ودولة قرب لسيو وهو إذا أمانك قرب لسيو ودولة دلاليشي دلالة صوبان ديغو سلو توسيو dadka soomaaliyeed ay hadlaan yiraahdaan waxa halkaas dawladda ka qaldan in markaas dawladda la gaarsiiyo amniga la gaarsiiyo wasiirada hoolaas ku qusaya gobolka banaadir in la soo bandhigo nadaafad darada amni xumada waxa soo dhan in la gaarsiiyo madaxda sare dalka lagu celceliyo waxaan aaminsanahay in wax walba la toosi karo waxaan rabaa in halkan uga faa'iideysto inaa iraado dadka soomaaliyeed meel walba ay joogtiin dawladnimada muhiim hadda وسيرك أمني قل مذوق فقي نين عليك سجى معارضة مسكو هنا هين لكن وحياها هدا أنت وحيلك هي قل مذوق وكقبتي وسيرك قبتي مجر وسيرك قبتي ولاه مجر
على رأي روت الله شيء موت شغل وقوانين وشغل ضد كذا وفعل هذا نمكي مليش يدي إلا عداده إلا قال كعيو إسبارد وتلوا قاضي إذا ما دي قال كعيو جو يحب كذي سألو سمي إلا هذا هو بك على أروني ولا تركوبي ونقول ما إني شغف في عن قفكي قبطة سيدا سألو دي رجليا هلا يا مدن رئيس الو... آه مدن وزير وكاجا ما إني شغل في أنا ذي سالك أسكسي وط أما أنا كويلسا ما قاعد أحكى يكون بحين وكات ترميه وناجا لو بدلا ماشي حمانتي وناجا بدل واحد بدنا توسي وركب واحد ربع قفل بوي داوني نصي سوق هذا ان رجل مدوك ما انتو حيو يستاقين اني ايك هور مران وحان لا يفقي ايو وسيرة كلانا سيد الفقي وش غيني هالله شقي وحان ربع انا ايلا الفقي وكو دير قليني ها انو معارض كوغاها ودولة ديس كده سور جيني هول في عنا قل مدوكا يسا وحان كلها هورو سعو وانا كوكو سو دويني ها محاد عاي قفك هدو واحي رو وناك السمعي والو تاقيرا هدو سا سمعين والو سور جيستا هدي حمات اللي ما دان واحد يرى واحد ما في إنه أو يصير كأمني هدي وناقو سمين واحد يرى أو يصير كأمني وناق في عنو سمين مركب واحد لا يقول في عنا ده ساي الله كل قرب قلو واحد لا يقل مدونا دجان دينا لست إنك عدين دل كنا لسنا مال لسي عربا مركب إنه نقول ما إللي الشعب كقبل كبنادر أي راضو إذا مدى الدولة دل الشقية وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته إذا مدى الدولة دل الشقية أرجع سد مال وسود هور جيست الشباب وحجان سويليا إنه أنتم قال هذا يمهدو ولا يمكن أحب برتمي يسي قرح كو أصو وكتب وسكتب إنه يريسا قرح لا يمكن كو أصي وكتبية ده كده ما أود جدا إن قبتيه لكن ما عرف إنه نقول ماذا إليه سلكيش أمنية يشعب كي ساكي أسر توبي إن قرح أصي لا يمكن لو قرح إياه ده كان لقى فوقي وحنا لا يهي وأرين كده يشمضن وأرين قفل بق الصومالية شكرا عليكم السلام ورحمة الله وبركاته وقف البقاء الصومالي وكل يركب هدانا وضع الشقين عين كعسان نافيدة وشير قريسين ولو ذاك تنا سعبتين هدو قف البقاء وصن كالنتيس قبل كبنات القادم أرجعي سادة للشباب إيا نمانكا إنا سبدال كان نمتكا دعينا وحي اسكو دي يان إناي بلن يرد أقوي هندا الدلان بلن يرد أكتفكا إدلان مساج جدد كوكا أدما إدلان سنكي شهر إدلان حافظنا إن لدقنا عيب إن كنت waxaan rabaa marka mar walba inaan ku dhiirigeliyo aan in ka codsado inuu qof walbana kaalintiisa uu qaato hay'adaha amniga iyo shacabka hadda qaraxaasi meesha lagu aasay waa meel publica hadduu qaraxaasi dhici lahaa gaariga lagu qarxiyay iska daayay xataa aargadaasi 200 oo qof oo ku dhiman leh waa meel weyn waa meel dadka dhan ay 24 saac 200 oo baawuray marto samaxadiisa ay badan tahay waxaan rabaa inaan ilaado shacab gobolka Banaadir hay'adaha amniga la shaqeeya maxay yahay dukaan inta ku yaala dukaankaasi ninka waa u jeeda qarax meesha ku aasay laakiin ma ogeysa inuu ku dhimanay qaraxaas hadduu qarxo dukaanka kugu soo geliya waxaan rabaa in qof walba uu ogaado qof walba uu kaalintiisa qaato waxaan rabaa marka anoo dhiirigelinaya shacabka gobolka Banaadir anoo dhiirigelinaya ciidanka amniga gobolka Banaadir waxaan rabaa inaan iraahdo waa in meel looga soo wada hor jeesta argagixisada al-shabaab maxay yahay hadda ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed waxay dagaal ka wadaan jubada dhexe oo deegaan badan hor leey ku qabsadeen dagaal ayaa maanta ka dhacay buule burde oo u dhaxay al-shabaab iyo ciidamada dawladda waxa u fududaatay in dadka deegaanka ay soo dhaweeyaan oo deegaano buule burde hoostaga laga saaro ee gobolka Hiireen waxaan leeyahay marka wada shaqeynta shacabka iyo ciidanka xoogga waxay soo dhaweeyaan in argagixisada laga guuleysto al-shabaab hadda deegaano yar yar ayay ku dhudhumanayaan oo jubada dhaxa hadii bu'aale la qabto oo la isku furo bu'aale iyo shabeelada hoose hadii la isku furo jubada dhaxe iyo jubada hoose la isku furo shabeelada hoose iyo jubada dhaxan dhiirabay jubada dhaxe iyo gobolka Banaadir hadii la isku furo argagixisada uma suurtoobayso inay ka hortagaan qaraxyada inay qaraxyo dhigaan waxaan rabaa marka anoo fursadaan wa calaykum assalaam waraxmatullaahi wabarakaatu anoo fursadaan ka faa'iideysanaya inaan iraahdo dowladda maxamed abdullahi farmaajo iyo qeyre waqtiyada kala guurka argagixisada iyo nimanka xaaraanku naaxyada waxay mar walba dalkan geliyaan qalqal siyaasadeed waa in laga hortaga waxaan mar walba ciidamada ammaanka iyo ciidamada nabadsugida aan dhiirigelinayaa oo siiba ciidamada nabadsugida aan dhiirigelinayaa shaqada fiican ee gobolka Banaadir ka qabtaan bishii Ramadaan qof bini aadan oo lagu dilay magaalada ma jirto qarax kama dhicin al-shabaabna uma suurtoobin inay qarax magaalada gobolka Banaadir ay ku qaraxiyaan ilaa hadda qaraxyada meesha ay dhigayaan waa weli shabeelada hoose
oo isha x control f goy markii muqdisho laga baxo. Marka waxaan leeyahay shacabka soomaaliyeed iyo ciidamada dowladda waa in garab la iska siiyaa argagixisada si dowladdeena ay u hanato dalka iyo amnigiisa. Maxaa yeelay haddaan dowladda lala shaqeyn oo ciidamada ammaanka lala shaqeyn oo shacabkii lala shaqeyn, waxaa imaanaysa in halkaasi fursad ay ka helaan argagixisada. Maxaa yeelay saaki meesha qarax laga qarxisho markii aan maqlay aadaa u naxay wiilaa wuxuu soo qoray qaraxa dhacay cabaarka bacdi waa raadiyey wiilan waxay wuxuu yirinaya qaraxa wallahi meeshuu yahay manaqan joogaa maqalnay cabaarka bacdi mid booliisa waxay wuxuu yirinaya meesha qaraxan joogaa qaraxa waa ciidamada dowladda qarxisay laamiga dhexbartimiinsa lagu aasay aadaan ugu farxay qofna kuma dhaawacmin qofna kuma dhiman marka laakiin al-shabaab waxay rabeen in gaari caasi halkaas maraya ama gaari weyn halkaas maraya ama saraakiil ciidan halkaas marasa inay qarxiyaan oo qaraxaasna uu naf iyo maalba geysto. Marka waxaan rabaa in ka codsanayna fiidiyoga sheergaraysiin oo la wadaagtiin asxaabtiina shacabka soomaaliyeed. Waxaan leeyahay argagixisada waa dhammaaday, nimankan waa u dhammaatay al-shabaab. Nimankaas al-shabaab si u dhammaatay ayaa kuwan nabadiidka kursiga usoo wada ordayana ay u dhammaan doontaa. Waxaynu rajaynayaa nabad, waxaynu rajaynayaa barwaaqo. Dadka soomaaliyeedna waxaan leeyahay yaal niyajabin, magaalada Muqdisho waa nabad, waa barwaaqo. 24 saac dadkeeda la hadla. Haddadaana waxay ka hor la hadlay wiil oo ii sheegay in magaaladan iyo 100% ay nabad tahay, keliya ee laamiyada qaar dunsan yihiin, nadaafad darro ay ka tahay. Waxaas marka waxaan rabnaa inaan meel uga soo horjeesano shacabka inay kaalintooda qaataan oo shacabku iyo kalaftigooda aysa qayb ka noqon. Hadda laamiga lambar 4 oo kale xaafadaha ku deersan waxaan arkay qashin 2 jawaan oo meel yaal. Waxaa soo baxayo islaam ama gabar guriga ka soo baxaysa u waday jawaanka kii mid saddexaad ka dhigay. Wiilaa arkay in meesha qashinka lagu shubayo haantii qashinka u taalo soo jiidaya gib u meesha ku siinaya. Halkaas waxaa ka dhalanaya cudur nadaafad darraa ka dhalanaysa warkiga si fican dhigiso. Halkaas waxaa ka dhalanaysa in dad badan oo hadda koroonihii la dagaalamaya haddana cudur ay kasii qaadaan. Nadaafadda waa iimaanka barkiis. Cid walba waajib ku tahay, aday waajib kugu tahay, anay waajib igu tahay, axmed waajib ku tahay, qof walba waajib ku tahay. Bal warkiga dhigiso haddaan marka dowladda la taageerin oo dowladda garab laga siinin, dowladda iyada laga rabaa, maxamed cabdullaahi farmaajo qeeri dowladda meeshay geyn lahaayeen iyaka laga rabaa. Laakiin shacabka iyo ciidamada ammaanka waajib waa inay isla shaqeeyaan. Waxaan leeyahay marka saraakiisha ciidanka booliiska askarta laamiyada daagan ee dhalinyarada dilis waa in wax laga bedelaa. Waa in dhalinyarada hadda lambar 4 oo kale joogta, dhalinyarada aan mar walba sida dhiiran aan u dhiirigeli waa dhalinyarada jooga x control afgooye ilaa saybiyaano. Dhalinyarada ciidanka booliiska ka tirsan aadan u dhiirigelinaya, maxaa yeelay waa niman akhlaaq leh, waa niman iimaan leh, waa niman xataa qofka si fiican u tixgelinaya. Qofka soomaaliga hadduu sharciga ka gudba xataa u dulqaadanaya u sheegay, waa mid mudan in la dhiirigeliyo. Waa in mudan inaa iraahdo dadka laamiyada degan x control ilaa saybiyaano shaaha loo geeyo, war ciidanka shaaha loo geeyo, war ciidanka shaaha loo geeyo, biyaha loo geeyo. Ciidankaasi waxay ku dhiiranayaan inay shacabkii wala wada shaqeeyaan. Hadda saybiyaan ayaan dhowdo aad aragteen mid al-shabaaba ayaa nin sargaala dilay, waa cararay shacabkii bursaday, noloshaa lagu soo qabtay, hay-adaha ammaanka hadda gacanta ku haya. Marka Ingiriis yaa suurtageli shacab ay suurtageli. Laakiin haddii ciidankii iyo shacabkii ay kala fogaadaan, al-shabaab waa u tusaaleensa inay shacabkii ciidan kale isku dilo. Halkaa inta yimaada inay qarax ku aasaan oo hadhowdiina la yiraahdo baabuur casiya qaraxaas ku dhacay, sorry uma wadin gaarigaasi murtadiinta u wadin in lagu yiraahdo, maxay kuu taray? Waa been. Al-shabaab maanta waxay rabaan inay laayaan dadka soomaaliyeed. Waxay ogaadeen al-shabaab inay shacabka soomaaliyeed dowladda jecel yihiin, sidaasaa loo leenaya. Maalin lagu aartay caasiya lagu qarxiyey x control af gooye xawaa cabdi, ma ka tacsiyeen? Kama tacsiyeen? Yaa ka soo hadlay sargaal al-shabaab ka soo hadlay? Maa jirto, ma jirto. Marka waxay yiraahdeen waa ay bakti shacabka iyo ciidanka iyo saraakiisha dowladda waa ay bakti masaajida lagu dhex dilo. Wuxuu rabaa adigana inuu magaalada kula deganaado, uu gurigan deganaado, uu yidhaahdo adigu kuma dilay uurtimada, haddii adigu lagu baado waa lagu dilay. Ilkaas waad aragteen waxaa laga rabay ramadaankii uu yiraahdo 5 qofood in la dilo, 4 qofood la dilay magaaladii marka ciidan lagu daadiyay oo amniga ilaalinayay meel qofku dilo wey. Waxaa la yiri maya ma lagaa yeelay wallahi caawa seexanayn iyo billaah adaa beri lagu dilaya, may maqlisiina.